السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم كباب، يعني شي رهيب وسبيشال يجنن طعمه وكل سهولة، بدون منقلة أو فحم، بدون فرن، على عين الطباخ. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذا الكباب الرهيب. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم عندي هنا، هذا كيلو واحد من اللحم المثروم جاهز، يعني هذا اللحم خلط لحم خروف وعجل، يعني نص بنص، وشوية دهين. هذا اللحم عندي هنا احتاج نصف فلفل احمر، بصلة وحدة كبيرة، احتاج القليل من المعدنوس، 2 ملعقة كوب من الملح، احتاج 1 ملعقة طعام من السمار، 1 ملعقة كوب من الكزبرة، 1 ملعقة كوب من الكمون، 1 ملعقة كوب من الفلفل الاحمر المبروش، 1 ملعقة كوب من الفلفل الاسود. اول شي راح اثرم هذا البصل، يعني شوية اخليه يكون مو ناعم وانما اثرمه واخليه ويا اللحم محاضرة الطعام، وبعدها أثرمهم، أكمل ثرمهم، فقط أقطعه بهذا الشكل وأجهزه. أثرم الفلفل أيضا، المعدنوس أيضا أثرمه. بعد ما خليت اللحم محاضرة الطعام راح أضيف له هذه الخضروات، وأطحنهم سوية وارجع لكم. بعد ما انتهيت من عجن الكباب راح أضيف له الملح، قلنا 2 ملعقة كوب من الملح، أضيف الكمون، الفلفل الأسود، الكزبرة، الفلفل الأحمر المبروش والسماق، وعجن هذه عجينة الكباب ويا هذه البهارات والملح والفلفل والسماق، أعجنها كلها بصورة جيدة، خلي تختلط البهارات وياها. عندي هنا هذه سياخ الستيل، راح أشيش الكباب بهذه السياخ، سياخ الستيل، وأبدي أشويها على الطباخ، يعني ما يحتاج منقلة. واستمر بيهم احضر كم شيش من هذا الكباب وارجع لكم. عندي هنا هذه صينية البيتزا، الصينية او صينية الفرن، اي صينية تنفعكم، خلوها على عين الطباخ. اخذ شياش الكباب واخليها بالصينية وابدي اشويها بهذا الشكل. بعد ما سخن خليتها تسخن، يعني افضل هكذا، هنتظر عليها الى ان ما تتحمر من الجهة السفلى، وراح اقلبها على الجهة الثانية. بعدها اخلي خبزة عليها واتركها بهذا الشكل شي دقيقتين، راح اترك الخبزة فوقاتها. بعدها ارفع الخبزة واخذ اكياس الكباب، اخليها فوق هذا الخبز وارفعها من النار، واخلي وجبة اخرى من اكياس الكباب بهذا الشكل، واتركها الى ان ما تتحمر بنفس الطريقة مثل السابقة اسويها. وتقدرون تخلون البصل والطماطة بهذا الشكل على الجهاز حتى تستوي ويا الكباب نفس الوقت. شوفوا بعد تحتاج بعد، واخلي البصل
والطماطم يعني بكل سهولة بهذا الشكل أشويها وأجهزها.